بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 22. معهد العلمي بالحوطة له عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز قطع الطواف لفترة قصيرة ثم استئنافه، كأن يطوف الإنسان 5 أشواط ثم يستريح قليلا ويكمل الباقي، أم أنه لابد من الاستمرار فيه والمتابعة في أشواطه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يعني المعلوم أن من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط، وكذلك الاستمرار في الشوط الواحد حتى يكمله، إلا أنه يجوز للعذر أن يقطع الموالاة، كما لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم إذا سلم يوالي بقية أشواط الطواف ويبني على ما مضى منها، وكذلك لو ضعف في أثناء الشوط واستراح قليلا ثم واصل فلا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة. أما إذا قطع الموالاة من غير حاجة، أو مثلا فصل بين الأشواط فصلا طويلا، فإنه بذلك لا بد من استئناف الطواف من أوله، لأنه أخل بالموالاة من غير عذر. السؤال الثاني يقول: ما هي الفضائل التي وردت في سورة الملك؟ سورة الملك سورة عظيمة، ورد في فضلها أحاديث، منها ما رواه أهل السنن الأربع أن رجلا قرأ سورة من 30 آية شفعت له، وورد أن سورة الملك أيضا قراءتها تقي من عذاب القبر أو ما هذا معناه، وفيها فضل وفيها ثواب عظيم لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة التي أنزلها الله تعالى فيها، فهي سورة عظيمة وورد في تلاوتها هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤاله الثالث يقول: هل ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة في خطبة الجمعة أمر واجب أم لا؟ الترضي عن الخلفاء الراشدين الخطبة الجمعة هذا من عمل المسلمين ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما ومحبتهم وموالاتهم، والخلفاء الأربعة خصوصا لما لهم من الفضل والسابقة في الإسلام، ولأن بهذا مخالفة للرافضة قبحهم الله الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الخلفاء الراشدين، أهل السنة والجماعة يترضون عنهم في خطبة الجمعة مخالفة للرافضة، وعملا بقوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. له سؤال أخير يقول: ما تفسير قول الله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، وما المراد بالعاديات هنا؟ يقسم الله سبحانه وتعالى بالعاديات وهي الخيل. نعم. التي تعدو بركابها عند الحاجة كما في حالة القتال في سبيل الله والغارات، ومعنى ضبحا أي أصواتها عندما تعدو، فالموريات قدحا أي أنها تقدح بحوافرها الحجارة عندما تغير، فالمغيرات صبحا هي الخيل أيضا، وكل هذه أوصاف للخيل وحالتها عند الغارة في سبيل الله عز وجل، بهذا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله وركوب الخيل للجهاد في سبيل الله. والله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كل هذه أوصاف للخيل: عاديات ضبحا فالموريات قدحا، المغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، كل هذه أوصاف للخيل حالة غارتها للجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع ميم 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 من سوريا حمص. سؤاله الأول يقول: ما مدى صحة هذا الحديث: من قرأ قل هو الله أحد في ليلة 1000 مرة فقد شرى نفسه من الله، وما معناه وكيف يشري الإنسان نفسه من الله؟
أما سورة قل هو الله أحد فهي سورة عظيمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنها تعدل ثلث القرآن، وذلك لما تتضمنه من أوصاف الله سبحانه وتعالى ونعوت جلاله، فهي سورة خالصة التوحيد، ولهذا تسمى سورة الإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ومع المعوذتين عند النوم، وكان يحث على قراءتها لما فيها من الفضل العظيم وأنها تعدل ثلث القرآن. أما ما ذكر من الحديث أن من قرأها 1000 مرة شرع نفسه من الله، فهذا لم أقف له على أصل. قد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره كثيرا من الأحاديث الواردة في فضلها وأطال في ذلك واستقصى، ولم يذكر هذا الحديث من بينها، فلا أعرف حاله، ولكن في الأحاديث الثابتة في فضل هذه السورة وعظمتها كفاية ولله الحمد، وكذلك في فضل تلاوتها وقراءتها والإكثار من ذلك لما تتضمنه من الخير العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وبيقول يا أيها الكافرون بركعتي الطواف، وفي سنة الفجر لما تتضمنه هاتان السورتان من توحيد الله عز وجل، توحيد العبادة في قل يا أيها الكافرون، توحيد الربوبية والأسماء والصفات في قل هو الله أحد. نعم. السؤال الثاني يقول: يطلق على بعض الناس صفة أولياء الله، فما هي صفتهم الحقيقية وكيف وصلوا إلى هذه المرتبة؟ وهل لهم زمن محدود أم أنهم يوجدون في كل زمن؟ صفة أولياء الله كما حددها الله تعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه صفتهم. فمن اتصف بالإيمان والتقوى فهو من أولياء الله عز وجل، وهذه حاصلة لكل مسلم بحسب إيمانه.